أمي رضعت معنا 10 أولاد، نحن 8 و10 18 ولد رضعت. إيه كانت وحبوا الشغل، ما تهدى تزرع بندورة لوبي ولا البيت، يمكن جاتلين لحقة اللوبي. ايه شو كنت عم تخبر؟ يلا كمل. عم انا رزق بكعب الضيعة بعيد تين، كان في كتير تين اسود وفي تين ابيض. تقوم الساعة 4 الصبح نحن نايمين تاخد سلتين، عرفت شو السلة؟ ايه اكيد. وتنزل عضو القمر تنقي تين تعبي سلتين وتجي ناكل يلي نكلون، وهوديك تفتحهم على طبق مثل الطاولة هيك مبروم جففهم من قش، تفتحهم وتحطهم هيك تينشفوا مع الوقت، بس ينشفوا تهرمهم وبتطبخهم. تين مطبوخ أهم من المربى، أهم من العسل، أهم من كل شيء. هذا تين المطبوخ. وين اليوم؟ خبرنا قصة الهيدا بعد مرة، الهوى الشرقي تسجل. كان في البيدر يدرسوا عليه القمح، بدهم يفصلوا القش عن القمح هيك ينطروا الهواء يجي، يطلع الهواء اذا ما طلع بالنهار بده يطلع بالليل ساعة 10 عادة، كان يطلع هواء الشرقي. هواء الشرقي بياخد التبنيت مطرح معين، وبعدين تبنيت بيطعموا البقر فيهم مش انه بيكبوهم. بس يخلصوا هالطرحة، بيسموها طرحة اللي على البيدر، بيجمعوا القمح وحده بكيس. ليه كانوا يسموها طرحة؟ كان لونه ابيض؟ طرحة لانه البيدر بيحطوا فيه قش قد ما بيساع، ما بقى يزيدوا عليه تتخلص. هاي بيسموها طرحة. يعني هالقسم يلي عملوا طحنوا التبن القش عن القمح بسموها طرحة. بس يخلصوا منها بشيلوا التبنة وبيعبوا القمحات بكيس، بيرجعوا يحطوا عن جديد قمح، بيعملوا البرمة، نرجع عن جديد يطلع هوا الشرقي يعملوا هاي. كان في كتير البيدر يدخل شهرين، كنا أولاد نحن نروح نركب على المورج، بسموه مورج. كان عندي إيه تحت، عملنا تعزيلي أخذوه كبوه. إيه خبرنا وقت أمك وعيت وما كان في هوا نهارتها شو صار؟ إيه ما كان في هوا، ساعة 10 بالليل طلع الهوا، وعيت أمي إنه في هوا، أضو القمر، درت واحدة الطرحة، طلع علي الصبح كانت خلصت منها. يلا خبريت الحمار طبيعة كمان عبوزة. خبريت الحمار كانوا يتكلوا على الطبيعة، كل شيء على الطبيعة. شيلوا أز، تعرفي شو الأز؟ لا شو يعني الأز؟ دود الحرير. آه دود الأز. إيه دود الأز. أوكي. إيه كانت الدود الأز اللي تعمله أمي، يجي اللي بيشتري الشرينة بس يخلصوا منه، تعمل شرن الدودة من فيها. الشرينة طبعا أمي ينبيعوا أول شيء. ليش؟ لأنه تعرف مزبوط تعمله، كانت كل شيء تعمله مزبوط، لأنه قضيت حياتها بالشغل وبالطبيعة. يعني بيعملوا منه بدرس. ايه ايه شو اسمه؟ حرير. كانت تعرف بكل شيء. ماري مارجورج بتكون قربتنا. بي ابن خالي. بي لماري بكون ابن خالي. امي من الفرايكي. اوكي. كيف تعرفوا امك وبيك على بعض؟ كانوا يروحوا ماشي عند بعضهم. ما كانوا يركبوا سيارة. بي كان يروح عبديت، عنده أصحاب بعبديت بتلحوت، يروح ماشي. أوف بعبديت ما في سيارات، ما كان في سيارات، يروح ماشي أو يعني حمار. طب خبرني خبرية الحمار مرة تانية والتأس وهيك.
هلا امك تخرب. بس قل لي كيف كانوا يعرفوا اذا رح تشتي او ما رح تشتي؟ الحمار بيعرف، العنزه بتعرف، الخروف بيعرف. ما ربنا خلق له هيك، ربنا خلق الانسان وخلق له عقل تيدبر حاله. هلا اذا بخل عقله الانسان بصفي حيوان، الحيوان بعده احلى لانه بيعرف حاله. مثل هالدنيا بدها تشتي بيشعر انه في شتي بعد ساعة ساعتين بيروح لجوا، بينما الانسان اذا فقد عقله بيقعد تحت الشتي مثل المسطول. هذا مزبوط. امي لما سخنت دوا العطيوها اياه الحكمة، قالوا لنا انتبهوا بدها تصير ضيع شوي. بعد شهرين، مرقوا شهرين والأربعة أشهر والخمسة أشهر ما ضيعي. كان يجي الخوري يجيب لها القربين كل نهار خميس. قبل ما تاخد القربين في صلوات هي تصليهم، دوخت الخوري قال لي أنا مش حافظهم. كيف حافظتهم هودي؟ ما كانش لا تكتب ولا تقرأ، وتطلب من ربنا دائما يا ربي ما بدي شيء بس خلي لي هالعقل كون عندي أنا. ومنتقول هالشيء هذا، يا ربي ما بدي شيء إلا تخلي لي هالعقل. قدي كان عمره وقتها توفت؟ 85 سنة. هو المرض اللي قتله السرطان طلع بصدر يلي هي تردع الأولاد منه، في صدر نحن نرضى منه والتاني تردع الأولاد الغرب. إيه كانت تردع الأولاد؟ إيه ما قلنا هلأ حكينا، رضعت 10 أولاد معنا نحن 8. شو هالمرة؟ 18 ولد مرضع. شو هالمرة؟ حديد، مرة حديدية كانوا يسموها أخت رجال بالزراعة نمر واحد. تزرع بندورة، أنا اللي متجوز كان زارع بندورة عنا بير تحت وفي أرض تحت. عيطت لها أمي قلت لها زلينا، نزلت شلت لها راس بندورة غسلته ومي مسقعة فقشته بإيدها مثل البطيخ. قلت لها خدت لي بندورة، بعد أيام تقول لك ما شقيت لي بندورة مثلهم. تزرع لوبيا، بخلى لوبي. بيك كيف كان عمه؟ شو بتتذكر عنه؟ بيك كلمته كلمة، هاي صيته. إذا وعدك بشغلة خلص وعدك فيها وما جيت تاني يوم على الموعد أخذتها بيتصرف، بس إذا جيتي على الموعد. مرة كان عنده فدادين يفلحوا عليهم، كان في أراضي يزرعوا قمح، مش الدولة تجيب القمح. نحن أنا كنت روح ولد كنت 7 سنين استأجر حمار حملوا كيسين قمح وروح على بيت شباب في طحوني بيت شباب، يطلع لي الصبح أنا بيت شباب روح بالليل ما كنا نخاف. يطحنوني هني يقول لهم بدي يطحنوا أول واحد صاحب المطحنة لأن يبقى في غيري لأنه بدي روح على مدرسته. هني حملوني يعني قبل المدرسة كنت تروح تشتغل وترجع تروح على المدرسة؟ مش كل يوم. ايه هلا الطحين بالشهر مرة او كل 15 مرة نهار مرة، مش كل يوم روح على الطحون. اوكي اوكي. وقتها كنت تروح بالحمار، يعني كان عندكم هون بهيدا البيت حمار تاخدوه تطلعوا فيه على؟ لا مش قلت لك كنت استأجر حمار. استأجر. ومن وين كنت تستأجروا؟ بالضيعة في حمير. في ناس أصحابنا، في ناس أصحابنا عندهم كل بيت كان في حمار، نحن كان عندنا بقر جديين يفلحوا عليهم، ما اعتز بي الحمار. بقى أنا استأجر حمار، يعطوني الحمار. مثلاً من مين هون حسوب هلأ بالضيعة مثلاً؟ أقرب شيء حد وين مثلاً؟ أنت ورايحة من هون قدامك عشمال في مكتبة. إيه؟ في مكتبة تبيع كتب بالفريكة. ايه بالفريكة بعد بقرة الحمراء. ايه عرفت عرفت وين. اوكي هيك مكتبة قديمة عشمال هيك. ايه قبل منا
في 100 متر في بيت على اليمين بيت حجر كان عنده حمار وهو الزلمة كان يجي يفلى عند بي على الفتدين عم تفهمي هاللي عنده الحمار كان يشتغل عند بي بالنهار يفلح يعطيني الحمار حملولي علي هون أنا وأيسر وأمي نحمل كيسين قمح على الحمار ونط على الحمار اركب عليه وروح على بيت شباب وكله هيدا بعد ما طلع الصبح يعني مثلا قبل كانوا مثل كيف مثلا هلا بيكون في مثلا شركات تاكسي قبل كان في ناس ما كانش شغلتهم ايه بس شغلتهم يأجلوا حميات ايامي انا كان في تاكسي وحدة بقرنة الحمراء والشيخ المختار هاي القصر بتلفي تتجي لهون على الزاوية كان عنده سيارة وهو عنده تليفون بس جايب تليفون من عنعار حسابه على عواميد وشريط لبيته كنت انا اللي بدي اعمل تليفون اطلع لعنده يعني كل واحد كان بده مثلا يتنقل يروح على محل بعيد كان يروح على عند هيدا يلي كان يأجر حمار ياخذ حمار ويروح له او يروح لعند هيدا اللي عنده تاكسي كان في تاكسي وحده بقرنة الحمراء او لا بس انا عم بسال عمو مثلا كان في ناس شغلتهم بس يأجروا حمير كان في ناس سركيس سركيس بتعرفيه ايه اكيد بيو لسركيس كان عنده حمار كان عنده تاكسي بس كان في شي حدا بس شغلته يأجر حمير كان في حدا شغلته يأجر حمير لا ايه مش لا لا ايه؟ نحن بالأملية ايه؟ لأنه أصحاب ايه 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 اخذ حمار ما ياخذ مني اجار عرفت شو قصدك اوكي ما يجي عند بي يفلع على البقر قبل كان هيك بعدين ما عادش يفلع اذا صار شيء لحمار كسر اجره وكسر اذا كسر اجره او ايده الحمار شو كان يصير؟ ليش بده يكسر؟ الحمار اذكى من الانسان ليش بيقولوا الحمار برا والانسان ما برا؟ تعرف شو معناتها هاي؟ لا شو يعني؟ الحمار إذا حملوه بيحملوه من هون كيس ومن هون كيس بيصير الحمار ما بقى في يمرق مطرح يمرق عليه من دون ما يحمل هالكيسان يعني هالطريق هون متر الحمار في يمرق بدون ما يكون محمل إذا محمل بيصير عريض هيك بيدق بالحيط بيقولوا الحمار إذا دق بهالحيط ومرق بصعوبة تاني مرة بس يوصل لهونيك ما بيوقف يعني أذكى من الإنسان بيقولوا الحمار ببري والإنسان ما ببري كنت تعرفوا لأمين الريحاني؟ ربنا ما خلتينش كمل بالأول إيه؟ خلق الإنسان خلق له عقل وخلق الحيوان خلق له غريزة بسموها كيف عرف الدنيا بدها تشتي هاي الغريزة يلي ربنا أعطيها للحمار هلا اني بسيني بتخلف جراوي 4-5 يلي هني اذا انت مرقتي من حد منهم وقفتي تاني يوم ما بقى تشوفين هوني تنقلهم البسيني لغير مطرح لان بتخاف ما انت بغيبتها تاخذ الجراوي عم تفهميني اكيد ايه الانسان هاي غريزته بس اليوم تأثير الإنسان ربنا عطى عقل عم بيستعمل غريزة الحيوان هو اللي خربوا البلد هو بشر طب عمو جو كنت تعرفوا لأمين الريحاني يعني شخصيا أنا كان عمري 5 سنين هو مات سنة 40 أمين الريحاني كيف مات كان راكب بسكليت يحب الضيعة ويحب هيك الولاد ولد معه بسكليت قال له اعطيني اياها تاخذها مشوار ركب على البسكليت الكوع يلي وين ناجي ببيع لحم في كوع هون ما كانش في بنايات وقع على البسكليت تحت الكوع كسر اجره انا هيك بعرف يعني وقع تحت الجل ايه ما كانش في هذا هاي البنايه ما كانش في بيوت بالمره
إن هذا البيت اللي عم تحكي عنه أمي. أوكي. تقطعي عنه هذا البيت في كوع. وقع عن البسكليت. أخذوه على المستشفى. ما طول كتير عمل العظم عنده ما بعرف شو عمل ومين. باري عم بقرأ عنه بالجريدة سنة 40. أنا آخر الآن سنة 35. يعني في. يعني كنت عمري خمس سنين صغير. بذكر وقتها انه وقع عن بسكليت وكذا بس اكثر من هيك ما بعرف. ايه. اوكي ميرسي عمو جان عشو